أبرز المواضيع اللي بتهم الشارع السوري بنحكي فيها كل يوم ببرنامج لم الشمل. مساء الخير مشاهدينا. مساء الخير أول. مساء الخير محمد. مثل ما قال محمد ساعتين رح نحكي فيها عن هموم الناس وقضاياهم. خلينا نشوف أبرزها. أطباء بلا حدود تعالج 400 مصاب بتلاسيميا في تل أبيض شمال شرق سوريا. هل انخفضت أسعار السلع في الأسواق السورية في رمضان؟ تأثيرات متباينة للصيام والأرقام تتحدث عن ملايين مرضى السكري الصائمين. وكالعادة البداية بالجولة الأخبار السورية بكيف الحال. حددت وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري مقدار صدقة الفطر والزكاة للعام الحالي عن كل شخص ب 500 ليرة سورية تقريبا. وحدد بيان وزارة الأوقاف التابعة للنظام قيمة كفارة اليمين ب 5000 ليرة تقريبا، باعتبار أن الوجبة الواحدة تكلف 250 ليرة. واعتمدت الوزارة كلمة تقريبا مراعاة للفروق في تقدير المكاييل والموازين والأسعار. قيمة صدقة الفطر انخفضت عن العام الماضي 100 ليرة سورية حيث كانت 600 ليرة. هالسنة هي 500. وبدنا ننوه انه طبعا الموعد النهائي بيكون لإخراج صدقة الفطر عموما هو غروب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان. وإلى خبرنا التالي، حيث نقلت محافظة دمشق التابعة للنظام ملكية حي أثري في دمشق القديمة لشركة دمشق القابضة، وهذا بحسب تقرير للجنة التخطيط في المحافظة. يعتبر حي الحمراوي من الأحياء التراثية القديمة في دمشق، ويقع بين الجامع الأموي وقصر العظم، ويضم 74 منزل و56 محل تجاري، ويشمل نقل الملكية المقسم 278 من تنظيم باب شرقي المخصص لمشروع القرية التراثية التي تضم أصحاب المهن التراثية في دمشق. ويعود سبب هذا النقل للحصول على عائد مادي تستطيع المحافظة من خلاله زيادة مشاريعها الخدمية حسب مصادر من محافظة دمشق. وإلى مجلس الشعب التابع للنظام، حيث تناقش اللجنات البرلمانية فيه تعديل قانون متعلق بمنح جوازات السفر خارج سوريا. هذا الحديث وبحسب وسائل إعلام النظام موالية كمان للنظام، تسعى اللجنة لتعديل المادة المتعلقة باستيفاء الرسوم المحددة من المواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج سوريا أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل سوريا، استيفاء هذه الرسوم بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها السفارات والقنصليات السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام، تحديدا سعر المبيع الصادرة عن مصرف سوريا المركزي. قالت منظمة أطباء بلا حدود علاج الأطفال المصابين بالتلاسيميا أنيمال البحر المتوسط في مستشفى تل أبيض الوطني شمال شرق سوريا. وتعالج المنظمة 400 مريض مصاب بالتلاسيميا، ويراقب الفريق الطبي المرضى عن كثب ليحدد الإصابات الحادة مبكرا ويعالجها، ويوفر المكملات الغذائية واللقاحات والتوعية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي وعمليات نقل الدم الآمنة. وبدأ مؤخرا بتقديم العلاج بالاستخلاب وهي طريقة تستخدم بالعلاج.
عموما المصابين بتلاسيميا بيحتاجوا لنقل دم منتظم وعلاج بالاستخلاب اللي حكينا عنه، هو طرد الحديد من الجسم لاستخراج الحديد الزائد من الدم الذي قد يؤدي إلى فشل في وظائف الأعضاء. نتمنى الصحة والعافية. رفضت الحكومة الألمانية نحو 67% من طلبات لاجئين باليونان يريدون اللحاق بعوائلهم في ألمانيا. كانت السلطات اليونانية قدمت خلال العام الجاري 870 طلب لم يشمل عائلات للاجئين في اليونان، إلا أن الحكومة الألمانية رفضت منها حوالي 600 طلب، وأرجع حزب اليسار أسباب الرفض إلى كونها أسباب إدارية مثل عدم ترجمة بعض الوثائق أو عدم وجود أدلة على صلة القرابة، ولكن الحزب أكد في وقت سابق أن ترجمة الأوراق لا تكون ضرورية في هذه الحالة بحسب اللوائح التنظيمية لاتفاقية دبلن. والحكومة الألمانية وافقت قبل أيام على قواعد جديدة تتيح استخدام 1000 فرد شهريا من عائلات اللاجئين الحاصلين على حماية ثانوية ليتم تمريره بعد ذلك للبرلمان في مسعى لإقراره. هذا بألمانيا، وبدنا ننوه كمان أنه إجراءات طلب اللجوء عم تأخذ وقت أطول عموما مما كانت تستغرقه بال2016 مثلا، وتقريبا ضعف المدة اللي كانت لازمة بسنة 2015. والآن إلى تقريرنا التالي. رغم معاناة النزوح والهجرة والابتعاد عن البيت الذي قضى فيه ذكرياته، يقضي أبو محمود النازح من الغوطة رمضانه الأول في مدينة أريحة. ورغم تغير الجو والمكان، إلا أن أبو محمود يؤكد أن طيبة الأهالي في المدينة الجديدة وتقارب العادات يشعر الإنسان أنه في بيته. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. أبو محمود شاب من الغوطة نزح إلى أريحة في الشمال السوري، وهذا التغيير في حياته زاده إصراراً على مواجهة صعوبات الحياة ليفتتح مطعماً هنا في أريحة. نشتغل فول وحمص ومسبحة وفتات، وهلأ إنه الدنيا رمضان صرنا نشتغل تمر هندي وسوس كماني. هون جو أريحة الحمد لله. نحن طلعنا من حصار من الغوطة عم تجينا لهون. الترتيبات هون كلها نفس الشام نفس العادات. هون كله العالم نحن رمضان نشتغل فتات وحمص وشغلات، هون كمان الحمد لله نفس العادات. أنا يعني ما تغير علينا شيء الحمد لله بفضل رب العالمين. يعمل مع أبي محمود عدد من الشباب المهجرين من الغوطة أيضا، كان قسم منهم يعمل معه أثناء الحصار ورافقه إلى هنا، ويرتاد هذا المطعم زبائن من أهل المدينة ومن المهجرين أيضا الذين يرون فيه ارتباطاً مع تراثهم وعاداتهم. هي أول رمضان إنا بالشمال محرر بعد ما تهجرنا من الغوطة الشرقية. نحن زبائن محل الصالحان أيام من الغوطة الشرقية. هلا الحمد لله فتح بأريحة، نحن هون مروين إن شاء الله، ورمضان كريم علينا وعليكم. تجربة أبي محمود التي يصفها بالناجحة هي أحد مظاهر التآلف والاندماج بين السكان المهجرين والمحليين، ونموذج من عشرات القصص لشباب مهجرين لم ينتظروا وصول المنظمات إليهم لتعينهم على تأمين قوت يومهم، لكن ناضلوا للحصول عليها. من أخبار السوريين خلونا نروح لأخبار السوشيال ميديا بحكي ميديا. اليوم حكي ميديا مع عابد. مساء الخير عابد. يسعد لي مساك محمد، ويسعد مساك روان، ويسعد مساء جميع مشاهدينا بكل مكان، واهلا وسهلا فيكم بحكي ميديا ضمن برنامج لم الشمل وابرز احداث وتفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي. البدايه كالعاده من سؤال الحلقه، وهو لليوم هل انخفضت اسعار السلع في الاسواق السوريه في رمضان؟ طبعا فيكم تفوتوا على صفحه تلفزيون سوريا على الفيسبوك وتصوتوا على السؤال، وايضا تتركوا تعليقاتكم على هذا السؤال اللي ممكن احنا نستفيد منه اكيد بفقره شو صار اللي حتناقش هذا الموضوع. بدايتنا محمد وروان وايضا مشاهدينا، الموضوع الاول اللي معنا اليوم هو مجموعه من الصور اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير لفك السكه الحديديه الواصله بين مدينه اطمه الحدوديه وميدان اكبس بريف عفرين. ومتداولو هاي الصور أكدوا أنه مجموعة من العصابات هي اللي قامت بفك
هي السكة ليقوموا ببيعها لاحقا. طبعا عم نشوف مجموعة من الصور اللي تم تداولها اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي هي لفك السكة الحديد، وقالوا انه هي بريف عفرين. طبعا لحد الان ما في خبر مؤكد، لكن الصور انتشرت بشكل كتير كبير وتفاعلوا مع الناس. طبعا الريف الحلبي الشمالي يعني في مجموعة من التجاوزات عم بتصير بالفترة الأخيرة، هي يمكن أحد هي التجاوزات. وللأسف هي مو المرة الأولى، يعني سبق بأوقات سابقة عمليات فك الحديد سكك تحديدا وبيعه من قبل بعض الفصائل كانت الموجودة، للأسف يعني انتشرت بمرات سابقة وما بعرف إذا كانت صحيحة، بس يعني مو أول مرة بتصير. هي يمكن توزع الفصائل أو توزع القوى اللي عم الموجودة بهي المنطقة من قبل ما يعني يطلعوا من مدينة حلب، يعني حتى كان في تنوع هي الفصائل هو يعني أدى إلى عديد من التجاوزات، يعني سواء كان بمدينة حلب وسواء كان بالريف الشمالي أو الغربي. حتى رح نروح مشاهدينا لبعض التعليقات اللي إجت على هذا الموضوع. مصطفى عم بيقول أنت فهمان الموضوع خطأ، عم يفكوها مشان الصيام. ايضا علي بيقول عن جد عيب، كنت عم ارسم مخيلتي مستقبلا ارسم اركب القطار من اطمي لتركيا، طيب بيصير هيك دمرت احلامي. طبعا هو الخط الحديدي اكيد هو واقف من يعني من 7 سنوات او اكثر، يعني حركه القطارات بشكل عام بسوريا هي واقفه، يعني ما أنا شغاله. هذا اكيد مو مبرر لانه يفكر اكيد يعني. فارس او فراس بيقول انا بظن بدهم ينقلوها على حلب مشان تزبط غنية حسام جنيد سكه حلب مقطوشه هي مقطوعه. ففراس يعني هيك رايه. ايضا باسم بيقول اصلا سكه القطار ما بتلزم، راح يركبوا احدث منها. عم لاحظ يمكن تعليقات اغلب عم تكون كوميديه او ساخره يعني. من الموضوع باسم قلنا باسم، إذا في عنا بعده شيء هذا آخر تعليق معنا. مثل ما قلنا يعني تعليقات معظم عم تكون ساخرة، يعني فعلًا هو موضوع يمكن كوميديا سوداء هو مع الأسف. رح انتقل مشاهدينا إلى موضوعنا التالي اللي نحكى فيه كتير الأسبوع الماضي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهو هذا الموضوع لعرس سوري في مصر. قيل إنه كلف $500,000. العرس هو لزفاف رجل الأعمال السوري الحلبي صاحب امتياز أكبر شركات القطنيات في العالم باسل سماقية على ابنة رجل الأعمال أسعد وتار زينة. حفل الزفاف أقيم في فندق الفور سيزن بالقاهرة، وحضر هذا الحفل كل من المطرب عمرو دياب وراغب علامة، وأيضا يذكر أنه زينة عندها 3 أبناء من زوجين سابقين لألا، وهو أيضا العريس باسل عنده 3 أبناء من زوجة واحدة سابقة. عم نشوف مجموعة من الصور لهذا الحفل اللي قيل أنه كلف $500,000، وهو رقم يعني ضخم. هو إذا مشارك عمرو دياب وراغب علامة يعني بيوصل لهيك متوقع. هي يمكن أجور المطربين لحالها يمكن بتكون أرقام فلكية بالعادة، كل شيء $200,000 مثلا. بس دائما هيك أعراس لما عم تكون من قبل السوريين وعم بيكون فيها بزخ كبير عم بيصير جدل، يعني أقل كلمة عم تنقال أنه لو يكون صارفهم أو عاطيهم لشي جمعية أو لشي حدا يمكن كان أفضل. تماما روان، يعني هو هذا العرس عمل سخط خلينا نقول على مواقع التواصل الاجتماعي. بالمقابل في ناس يعني شافت انه لا، انه اذا زلمه مصاريه هو حرفيه يعني انه يعمل فيه بده. بتذكر انه كان معنا فيديو لهذا العرس، هو لقطات صغيره اذا بتوفر معنا. طيب خلينا ناخذ التعليقات اللي اجت عليه بدايه. خميس بيقول سود الله وجه العريس، سود الله وجه العروس، سود الله وجه المطربين، سود الله وجوه جميع الحضور. يعني خميس من احد الساخطين الكتار على مواقع التواصل الاجتماعي على هذا الموضوع. بلال بيقول تعليق آخر، بلال بيقول مالي ومالهم، الله يهني سعيد بسعدية، الله يبعث لنا هيك ابن حلال يكون معه هيك عملة ويصرف على العرس $1,000,000 وما يزعل. يعني بس هو شاب يمكن عم يحكي عم بده عروس معه بده عروس تصرف عليه. أيضا عبد الله بيقول مصاريهم وبدهم يحرقوها شو بدنا فيهم. بيرد عليه مؤيد بيقول له أنا معك بس أقنع العالم يلي ساروا. عبد الله بيرجع بيرد بيقول كلهم لو معهم مثله ليعملوا بمليار كمان. بيرجع بيرد عليه بيقول له مشان ما أكذب لو كانت معي هالثروة ما بقول لا، أنا أول واحد بيعملها.
ما هي الآراء بالفعل عم بتكون إنه يصطفل وناس بتقول إنه لا. تماما. أيضا حمودة الله يهنيهم بمصاريه وحر فيهن، ما أخذ من بيت حدا، العمى على شعبنا شو حقودي، الله يتمم على خير. هوب بتقول أو بيقول أنا عرسي صار بصالون بيت عمي وكان مع عزيمي خمسة، عمي وزوجي عملوا الديكور مع بعض وساعدوا مرت عمي ورفقاتنا اللي هنن بالأساس من معزيمنا، وإذا جابوا جهاز بقيس السعادة بظن بطلع أنا وياها نفس الشيء، ويمكن أنا أطبش شوي. شغلة ما بتنقاس بالمصاري، بتنقاس بالرضا ومحبة الناس اللي حواليك ومحبتهم لألك وفرحتك إنه عملوا شيء كرمالك مهما كان متواضع. هاي اللي بقول عنه الرضا كنز ديف. القناعة كنز ديف. آخر تعليق لفرح معناه بتقول ما بدي يا عمرو دياب حبيبي قبلاني شعبان عبد الرحيم، بس جيب لي رفقاتي في شيء 8 من الشام وثلاثة من تركيا واثنين من ألمانيا وثلاثة من السعودية وبس. طبعا ما نوهنا نحن إنه العريس قام بإحضار جميع الزملاء وأصدقاء العروس من لبنان وسوريا يعني على حسابه الخاص، وهو كان بطيارته الخاصة، هو عنده طيارة خاصة، وأيضا قيل إنه هو عنده طيارة خاصة من عام 2008 من وقت ما تم السماح بالطيران الخاص بسوريا. أنا شخصيا أول مرة بسمع إنه في طيران خاص. لا كان في بسوريا يعني، وكان في عدد لكن معدودين على أصابع اليد اللي كان عندهم. واحد من هو يبدو إنه واحد من الناس اللي معدودين على الأصابع. في كتير تفاصيل بهذا العرس الأسطوري يعني مثل ما تم تسميته. هو المهم ما ينفسد أخلاق البنات إنه كل واحدة صار تجوز تقول له. لا إحنا ناخذ كل التعليقات الموجودة في ناس مفسودة أخلاقها. لكن هدول تم لا شفتوا البنات قديش قنوعين يعني واحدة انا نقيت لك القنوعين مشان بس مشانك. بدي ودعكم مشاهدينا هلا لانه يعني تقريبا هذا كل شيء للقسم الاول، اكيد بالقسم الثاني معنا مواضيع ثانيه، معنا هاشتاجات ومعنا اخبار ثانيه، رح نرجع لعند محمد وروان ونتابع بلم الشمل. شكرا لك عابد. شكرا لك عابد. نحن مكملين فقراتنا بلم الشمل بعد هذا الفاصل.